عاوز اعلمكم زوكسولوجية الآباء الرسل. هبتدي بس أول ربع قبطي لكن هكمل بعد كده عربي، وهي نغمتها سهلة قوي وكلماتها بتتركب تركيب فسهل الواحد يحفظها. بتقول إيه؟ كيريوس إيسوس بكريستوس أبسط بنبا أبوستولوس إتي بتروس نما أندرياس يوأنس نمياكوبوس وفيلبس ومتى وبرثولوماوس وتوما ويعقوب بن حلفان وسمعان القناوي تدئوس نم متياس بابلوس نم ماركوس نم لوكاس نم بسبي انتاني ماثيتيس نقطب موشي انصاب انسوتير متياس الذي صار عوضا عن يهوذا وكامل بقية التلاميذ الذين تبعوا السيد أبو خروس نابيبل يجنبه ام بقاهيتر هو نوساجي أبو شابريك سنتي إكوميني طب هما بشوي سريقون ونا شوي سنيوتي نابوستولوس نم في إجبس ناب ماثيتيس تبكان النوبينا نبول. نقولها مرة تاني ابطي على عربي كده. الرب يسوع المسيح اختار رسوله وهم بطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب وفيلبس ومتى وبرثولوماوس وتوما ويعقوب بن حلفان وسمعان القناوي وتداوس ومتياس بولس ومرقس ولوقا وباقية التلاميذ الذين تبع مخلصنا متياس الذي صار عوضا عن يهوذا وكامل بقية التلاميذ الذين تبعوا السيد خرجت أصواتهم إلى وجه الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة اطلبوا من الرب عنا يا سادة الآباء الرسل والإثنون سبعون تلميذا ليغفر لنا خطايانا.